هاي التريننج النهاردة هنتكلم عن البايلينجواليزم وهن فوكس على الأطفال اللي عندهم أوتيزم ونفهم أكتر إزاي ممكن نديهم ABA أو إزاي ABA ممكن يساعد في موضوع اللغة ده. كلمة بايلينجواليزم بيسكلي معناها إن حد يكون بيتكلم لغتين أو في الانفايرمنت بتاعته لغتين أو أكتر هو يعني exposed to. التريننج بتاعنا الأوبجكتيف بتاعته النهاردة إن إحنا نفهم أكتر عن البايلينجواليزم وعن الكلاينت بتاعنا وإيه الأسئلة اللي ممكن نسألها عشان نفهم أكتر عن اللغة بتاعته أو قدراته في اللغة. إيه الريسيرش اللي موجود اللي بيتكلم عن البايلينجواليزم والأطفال اللي عندهم أوتيزم وإيه الأسئلة اللي إحنا المفروض نسألها لما نيجي نعمل بروجرام للكلاينت اللي إحنا شغالين معاه طبعا في جهة اللغة. أول حاجة نتكلم عن الكلمة نفسها bilingualism. الكلمة يعني الديفينيشن بتاعتها إن حد يكون بيستعمل لغتين أو أكتر، وبرضو في نوعين من bilingualism، حاجة اسمها onset of exposure with simultaneous. So simultaneous معناه إن الشخص بيتولد ويبقى exposed للغتين من أول ما يتولد، يعني البيت يبقى فيه لغتين أو البيت فيه لغة بلد اللي هو عايش فيها فيها لغة. مهم ان هو يكون لغتين يعني وصلوله قبل سن 3 سنين. في النوع التاني sequential exposure اللي هو الشخص اللي بيبتدي يسمع اللغة التانية بعد سن 3 سنين. فمثلا لو في حد في بلد يعني بيته والبلد هي نفس اللغة وبعدين بيبتدي يروح مدرسة في سن 4 أو 5 سنين ويتعلم لغة تانية، ده يعتبر sequential، يعني اللغتين ما ابتدوش مع بعض من ساعة ما اتولد. bilingualism أعتقد إن هو يعني كلمة يعني كبيرة قوي زي كلمة autism. إحنا ما بنفهمش الطفل لغته عاملة زي غير لما بنتعامل معاه، فما بنقدرش. لو جيت أنا قلت لك الشخص ده bilingual، أنا كده ما قلت لكش قوي يعني صفاته في اللغة إيه. ممكن تاخدها ان هو بيتكلم لغتين، ممكن تاخدها ان هو بيتكلم لغة وبيدرس لغة تانية. فكلمة bilingual كلمة فيج قوي زي كلمة autism بالظبط. يعني لما بيجي يقولك في طفل عنده autism، انا كده يعني ما شرحتلكش قوي السكيلز بتاعته، لان انا زي ما عارفين الاوتيزم ده spectrum عالي قوي او وايد قوي واسع قوي. فممكن طفل يبقى عنده سكيلز حلوة في حاجة وحاجة تانية لا، وواحد تاني برضو عنده autism يكون العكس تماما. فكلمة bilingualism كلمة واسعة قوي ولازم ناخد بالنا لما بنيجي نتعامل مع الأطفال اللي ممكن يكون بيتقال عليهم إن هم bilingual، ونفهم أكتر يعني إيه هم bilingual وإيه اللغات يعني اللي هم عارفينها أو إيه قدرة اللغة عندهم. لأنه ممكن مثلا بيحصل عندي في الشغل إن حد يقول لي الولد ده bilingual، اكتشف إن هو جاي من بلد تانية بقاله بس 2 أسبوع 3. لا، هو كده مش بايلينجول، هو كده عارف لغة واحدة اللي هي لغة بلده، فده ما يخلوش بايلينجول. فهم بيسموا ساعات كلمة بايلينجول بأن هو بيتكلم لغة تانية غير الإنجليش، بس لا، بايلينجول معناه بيتكلم لغتين. هل هو بيتكلم إنجليش برضو؟ طيب في البلد ودرس إنجليش؟ لو هو درس إنجليش وبيتكلم لغة البلد اللي هو جاي منها يبقى هو كده بايلينجول. لكن ساعات كتير قوي بنقول كلمة بايلينجول على طفل بيبقى عارف لغة واحدة، وساعات ممكن يكون في البيت في لغتين لكن هو بيتكلم لغة واحدة منهم، لأن هي دي اللغة اللي هو بيبراكتس اللي هو استعملها طول حياته وكان صعب عليه مثلا هو يتعلم الاتنين. فلازم ناخد بالنا واحنا بنستعمل الكلمة. طبعا كلمة bilingualism أو أي شخص ممكن يكون bilingual هنبص على 4 حاجات مهمين جدا عشان نفهم أكتر ايه ال situations أو ال circumstances اللي حصلت اللي خلته bilingual. أول حاجة بنبص على ال home language، اللغة اللي في البيت، وهل دي لغة، ما أقول لغة قصدي إن هو بيتكلمها ولا بس بيسمعها أو ولا الاتنين، لأن في أطفال تبقى بتسمع لغة وبترد بلغة تانية. الموضوع ده بيحصل كتير قوي، ساعات بنكلم أولادنا بالعربي يردوا بالإنجليش. إيه البلد اللي هو عايش فيها، هل البلد اللغة بتاعتها زي اللغة بتاعت البيت ولا مختلفة؟ هل اللغة اللي بيتعلمها في المدرسة مختلفة ولا زي بتاعة البيت وزي بتاعة البلد اللي هو فيها؟ وإمتى تعرض للانجوج أو اللغة التانية؟ يعني هو ابتدى يسمع اللغة التانية في المدرسة لما راح وعنده 4 5 سنين،
هل هو ابتدى يسمع يستعملها أو يسمعها لما هاجر وعنده 10 سنين، عنده 15 سنة، عنده 20 سنة؟ فمهم قوي إن احنا نعرف إمتى ابتدى يسمع اللغة التانية، ولا هو اللغة موجودة أو اللغتين موجودين من ساعة ما اتولد. فدي أسئلة مهمة جدا لازم نفهمها لما تسمع كلمة bilingual عشان تفهم أكتر الولد ده إيه السكيلز بتاعته. ده example أنا حطاه كسؤال عايزين نفكر فيه مع بعض. ممكن طفل يبقى البلد بتاعته يعني البلد اللي عايش فيها هي نفس اللغة اللي بيتكلمها في البيت، مفيش تغيير، وهي اللغة اللي بيسمعها من ساعة ما اتولد، وفي سن 5 سنين دخل مدرسة ابتدى يتعلم English، لكن English بتاعه أو اللي اتعلمه كان بس في الكلاسز بتاعة الإنجليش والساينس والماث، وباقي ال يعني الكلاسز بتاعته كانت بالعربي، جيوغرافي، جغرافيا، التاريخ، القراية كانت بالعربي أو أي لغة تانية يعني، بس ده مثل. وعنده 13 سنة، مشي من البلد اللي هو فيها اللي هي بتتكلم عربي وراح بلد إنجليش، ومع إن البيت يعني كمل في كلام بالعربي، هو دخل المدرسة، والمدرسة طبعا في البلد دي كانت بالإنجليش. أوكي، السؤال احنا ممكن نسأله أو نحاول نفهم أكتر عن الولد ده، ايه اللي ممكن يكون المشكلة بتاعته لما راح البلد الجديدة دي؟ هو اتعلم انجليش في كلاسز معينة، فممكن انه بيقرأ ويكتب بالانجليش، ما كانش بيتكلم انجليش في المدرسة بتاعته اللي في بلده، والباقي كله كان بالعربي. انا يعني اجاس او اتخيل ان الطفل ده او الشخص ده وعنده 13 سنة هيروح مش هيقدر يتكلم مع اصدقاء، ممكن يبقى متلخبط الناس بتقوله ايه، لانه مش عملش practice a conversation، ال social skills بالكلام. ممكن لو ادوله حاجة يقراها يعرف يقراها، ممكن يفهمها، لكن ممكن مثلا ما يقدرش يفوكس ال teacher بتقولي في الكلاس، ممكن يبقى متلخبط في ال instructions او ال directions او ال routine بتاع المدرسة. دي كل حاجة ممكن تقابله. طيب تعالوا نشوف نفس الشخص ده وعنده 28 سنة، تخرج من الكلية طبعا من نفس البلد اللي هو سافر ليها دي، ولسه عايش مع أهله. تفتكروا إيه اللغة اللي ممكن يكون بيتكلمها أحسن؟ أنا في اعتقادي إن هو ممكن دلوقتي يكون بيتكلم الاتنين كويس، لأنه فضل عايش مع أهله وأهله بيتكلموا العربي أو اللغة بتاعت البلد اللي هما منها، وهو كمان درس ودخل كلية وتخرج في البلد اللي هي الانجليش، فدرس كتير قوي، فغالبا وبقاله دلوقتي 15 سنة في البلد الجديدة دي، فدفن ايه هو اتكلم وعمل براكتس حلو قوي في البلد دي على الانجليش. هو غالبا دلوقتي لو ما عندوش اي مشاكل في اللغة وما عندوش speech impairment او اي حاجة هيبقى بيتكلم لغتين حلو. طيب انهي لغة ممكن يكون بيقرأ ويكتب فيها احسن؟ اغلب الناس هيقولوا ان غالبا هتبقى اللغة الانجليش عشان هي دي اللي درس بيها وقعد 15 سنة في المدرسة من هو عنده 13 سنة، ويعني مدرس حاجة تانية بالعربي او باللغة بتاعت البلد بتاعته. طبعا ده يعني idea صح، it can be true، بس برضو ممكن نقول ان الشخص ده ممكن يكون كمل في قراية كتب بالعربي وابتدى يجيب النيوز بيبر ويقراها بالعربي، وخلى باله ان اللغة العربية ما تروحش منه. فده assumption تاني، او ممكن يبقى شخص تاني كده. فالسؤال ده مهم جدا في شغلنا، لان ساعات بنقول بدم هو بقاله هنا كذا سنة او هو عمل كده يبقى هو اللغة بتاعته دي الاحسن. لا، ما ينفعش ان احنا نقول كده، لاننا لازم نسأل اسئلة ونفهم اكتر. زي ما قلت exposure history، هو مر بايه ودرس ايه وعمل ايه، وهل هو في بيته في كتب انهي لغة، وإيه النيوز بيبر، وإيه التي في. طبعا السؤال ده بنسأله أهلي كتير قوي، ابنك بيتفرج على التي في بأنهي لغة؟ عشان دي حاجة بتأثر كتير قوي في اللغة، فلازم ناخد بالنا وما نعملش assumptions. أوكي، طيب لازم إن احنا نذاكر الكلاينت بتاعنا زي ما قلنا، لازم نذاكره ونفهمه ونعرف الهيستوري بتاعته كويس قوي. فزي ما قلت الاكسبوجر هيستوري، اللغتين ابتدوا امتى، ابتدوا ازاي، هل هو سمعهم في البيت ولا ده كان في المدرسه، هل هي قرايه ولا كتابه ولا كلام، اسئله لازم ندقق فيها قوي.
بعد كده زي ما قلت بتعمل assumption أو hypothesis وتقول أوكي لو هو درس إنجليش 5 سنين يبقى هو ممكن يبقى عارف يقرأ إنجليش. طيب دي hypothesis أنت عملتها بس مش متأكد دي صح ولا غلط، فأنت ممكن تشوف هي صح ولا غلط بأنك تقعد مع client تعمل له امتحان في اللغتين، ده لو أنت بتتكلم اللغتين. وممكن تقعد مع client وتسأل أسئلة كتير جدا لي أو لـ his parents وتطلع يعني كل الديتيلز عن اللغة أو اللغتين اللي هو بيتكلمهم أو يعرفهم عشان تفهم أكتر. لازم بعد كده بعد ما تعرف الكلاين بتاعك كويس تبص على research، تشوف الريسيرش ده بيقول إيه من جهة الكلاين بتاعك، ولأنك أنت بتستعمل الـ ABA أو الثيرابي عشان حاجة هتعلمها له، فانت لازم تشوف اللغة داخلة فيها ولا لا، وغالبا في معظم الوقت بتبقى داخلة. وحتى لو مش داخلة في اللي انت بتعلمه انت بتكلمه لغة معينة لانك هتتكلم مع كلاين بتاعك اكيد، فهل تستعمل لغة واحدة ولا لغتين؟ ده سؤال مهم جدا. فلازم تروح للريسيرش وتشوف الريسيرش بيقول ايه في الحالة بتاعت الكلاين بتاعك بالذات. فزي ما قلنا مش عايزين نعمم الريزولتس اللي هنتكلم عنها النهارده على كل الكلاينتس، لازم تعرف الكلاينتس بتوعكم ايه السكيلز بتاعتها وايه اللي ممكن يستفادوا منه وايه اللي يفت يعني ليهم. طبعا السؤال زي ما قلنا انت ليه شغال مع الكلاينت بتاعك، انت بتحاول تعمل verbal behavior بتعلمه يتكلم، هل انت بتحاول تقلل من مشاكل سلوكيه، هل بتعلمه social skills compliance مثلا يسمع الكلام أو يفولو حاجة معينة، هل بتعلمه academics يقرأ ويكتب وكده، هل بتعلمه vocational skills بتعلمه حاجة تنفعه لما يكبر يشتغل بيها. فطبعا الريسيرش ده اللي انت هتعمله هيبقى عن الحاجة اللي انت هتعلمها للكلاينت أو الحاجة اللي انت بتستعملها مع الكلاينت. وبرضه لازم تعرف الكلاينت ايه الأرياس بتاعته الجامدة، ايه هو شاطر فيه وايه الweaknesses بتاعته هو ضعيف فيه. فمثلا عايز تعرف الميموري بتاعته كويسه ولا لا، الفيجوال ابيليتي بتاعته، هل بيعرف يعمل جنراليزيشن او علمته حاجه في مكان هيعرف يستعملها في مكان تاني، لو علمته سلوك معين هيعرف يستعمله ويتغير السلوك و يعني يقدر يطبقه في اماكن تانية، هل بيعرف يقرا، هل بيعرف يتكلم ولا هو نون فيربال، هل بيستعمل ديفايس. الاسئله دي كلها مهمه جدا في اللي احنا هنتكلم عليه وازاي تستعمل الريسيرش في ان انت تقول الكلاينت او تقول ايه اللي هينفع الكلاينت بتاعك. وزي ما قلت you need to determine ايه احسن intervention لي على حسب ايه goals بتاعته، انت طبعا حاطط اهداف او program شغال عليه فلازم تعرف ال intervention انت بتستعملها دي وايه goals بتاعته وايه research بيقول ايه عن goals والحاجات دي. اوكي دي انا ابتدي اتكلم عن شويه ريسيرش هنا articles. دي systematic review اتعمل بصوا على 10 او 8 articles عن الاطفال عندهم autism اللي كانوا في 2 languages عندهم في البيت او يعني في 2 languages في حياتهم. فكره الارتكل ده او systematic review ده ان هو بص على اطفال اغلبها من أعمار مختلفة، سكيلز مختلفة، شوية كانوا ممكن يبقوا نون فيربال شوية فيربال، الهيستوري الإكسبوجر هيستوري مختلف، في منهم ابتدوا يسمعوا اللغتين من أول ما اتولدوا، في منهم ابتدوها في المدرسة. فالتمانية في يعني فرايتي من البارتيسيبنتس والحاجات اللي كانوا بيبصوا عليها مختلفة، ولكن تمانية أجمعوا إن مفيش أي يعني هارم أو حاجة إزاء يعني حصلت للطفل اللي عنده أوتيزم لما التو لانجوجز اتحطوا في البيئة بتاعته. في ناس كتير قوي بتتخيل إن الطفل اللي عنده أوتيزم already السكيلز بتاعته قليلة especially في الكوميونيكيشن والسبيتش، فاحنا ليه نتعبه ونعلمه لغتين منركز في لغة واحدة. في ناس فعلا بتلغي لغة، في ناس قررت تلغي لغة البيت لغة البلد بتاعتهم بتركز في مثلا انجليش لو البلد اللي هم فيها بتتكلم انجليش او المدرسة بتتكلم انجليش، وفي قرروا ان هم يعملوا العكس والانجليش ده يجي بعدين لما الولد يبتدي يتكلم يبقى احسن والسكيلز تبقى يعني احسن. طبعا الريسيرش بيقول ان الكلام ده مش صح،
في اغلب الوقت زي ما قلنا حسب التوين، بس في اغلب الوقت وفي اغلب الريسيرش اللي اتعمل لقوا ان الطفل اللي فيه تو لانجويجز بيستعملوا في الثيرابي بتاعته او في البيئه بتاعته بينفعوا، ولو ما نفعهوش مفيش ضرر، فهو اغلب الوقت بينفع او بيدي سكيل اكسترا. هنشوف طيب التمارين دول بيتكلموا عن ايه. اول واحد استعملوا زي ما شايفين 75 students، في 30 منهم كانوا بيتكلموا لغة واحدة و45 بيتكلموا لغتين، عملوا comparison والسن كان من 3 سنين ل 78 months old. اتنين كانوا مبيتكلموش non-verbal، خمسة verbal قليل قوي أقل من 10 كلمات، وفي 68 واحد منهم كانوا verbal. ولقوا ان كل او مش لقوا يعني هم اختاروا ان كل الاطفال اللي تبقى اللي هي كانت بايلينجوال معرضه لغتين، يبقى لغتين في نفس السكيلز تقريبا، يعني لو بيتكلموا لغتين هيبقوا بيتكلموا اقل من 10 كلمات في كل لغه، يعني مفيش لغه احسن من التانية. بس بصوا على الاهالي بتقول ايه عن السوشيال ابيليتيز واللانجوج ليفلز، عملوا امتحانات ليهم ستاندرد امتحانات، ولقوا ان الجروب اللي هو مفيش ما لقوش فيه language differences، ما لقوش فيه اختلاف في languages، لكن لقوا ال simultaneous bilingual اللي احنا قلنا ان هما مولودين يعني ساعة ما اتولدوا في لغتين، لقوا بيعملوا احسن من ال monolingual group. طبعا دي حاجة حلوة جدا، يعني الناس او الاطفال اللي تعرضوا لغتين من اول ما اتولدوا عملوا احسن من اللي تعرضوا للغه واحده، يعني البايلينجوال هنا نفعهم او البايلينجواليزم نفعهم. ولقوا ان الاطفال عندهم اوتيزم، طبعا كل اللي شاركوا في الستادي دي كان عندهم اوتيزم، كل اللي شاركوا فالبايلينجوال اوتيستيك كيدز او البايلينجوال تشيلدرن هو اوتيزم ما لقوش فيه اي ديليز زيادة عن الأطفال اللي عندهم لغة واحدة. اوكي، فما لقوش أي حاجة تضر الطفل لما يبقى فيه لغتين. دي أول ستوري. تاني ستوري بصوا على 20 participant بيتكلم لغتين أو exposed لغتين، 40 لغة واحدة، كلهم كانوا أقل من 30 كلمة، وبيتكلموا ال first language أكتر في communication، بيقدروا يطلبوا اللي هم عايزينه في ال first language. وبصوا على حاجات كتير زي ما احنا شايفين assessments level بتاع الاوتيزم بتاعهم، الايج لما قالوا اول كلمة، الايج لما قالوا اول phrase، receptive و expressive language، الحاجات دي او كانوا بيسألوا عنها. يعني لقوا برضو ان مفيش اختلاف ما بين الجروبس اللي احنا اتكلمنا عليهم البايلينجول والمونولينجول، وبرضو لقوا ان البايلينجوال انفايرمنت ما حصلتش ان هي وقفت او عطلت الاطفال اللي عندهم اوتيزم عن التانيين اللي هم بيتكلموا لغه واحده او اكسبوز للغه واحده. نفس الكلام تقريبا. تالت ستوري بصوا على كيدز بقى في بري سكول تقريبا 3 4 سنين، و14 كانوا مونولينجوال 14 بايلينجوال، الانجليش هنا كان والتشاينيز كانوا لغتين. ولقوا ان هم عملوا كويس في اللانجوج والفوكابولاري تقريبا زي بعض، فلقوا ان الاطفال اللي بيتكلموا تشاينيز وانجليش في البري سكول وعندهم اوتيزم عندهم نفس ال يعني الكاباسيتي او هيبقوا سكسسفول زي اللي بيتكلموا لغة واحدة. طبعا في ستوديز هنا حاولت تركز على languages معينة عشان تقارنهم ببعض، فما يجوش يقولوا ان كل الناس اللي متعرضين للغتين هينفعهم، حابوا يشوفوا الشاينيز الفرنش الاربيك، حابوا يعني يركزوا على حاجة واحدة عشان يقدروا يطلعوا data تنفع الناس. اخر واحد هنا 40 bilingual و40 monolingual، السن من 20 لـ 33 شهر، في 22 منهم كانوا non-verbal ما بيتكلموش، 11 كانوا two word sentences و 47 بيقولوا single words. عايزين السؤال بتاعهم كان فيه اختلاف ما بين ال two groups في expressive receptive language skills and communicative means، فهمهم كلامهم انهم يقدروا يعبروا او يتواصلوا، كل الحاجة دي سألوا فيها.
لقوا ان اللانجوج سكيلز كانت سيميلر ما بين الاثنين، وبرضو البايلينجوال تشيلدرن ما بينوش ان هم عندهم تاخر زياده في الكلام عن المونولينجوال تشيلدرن. واحنا بنتكلم هنا على في 22 واحد منهم نون فيربال، مش ما عندهمش كلمات، لكن ما عملوش اوحش لما كان في تو لانجويجز، كان نفس تقريبا السكيلز بتاعت المونولينجوال كيدز. اوكي نكمل الباقي هنا. ده استودي اتعمل في 2006، بس ده الستودي كان على ولد واحد كان بايلينجوال كوريان في اللغه بتاعت البيت، واللي عملوه بالظبط ان هم ابتدوا باللغه الكوريان ولقوا ان هو عنده 6 months delay، كان متاخر 6 شهور في الكلام تقريبا. والسنه سوري كان متاخر سنه في الكلام في الاكسبريسيف لانجويج، 6 شهور في الفهم، كان عنده 49 vocabulary لما كان عنده 3 سنين. فاللي عملوه لما كان عنده 3 سنين ان هم ادوله سنه سبيتش بالكوري، وبعدين 6 شهور بيبتدوا يقدموا له انجلش بالراحه، وبعدين 6 شهور الاخرين كانوا انجلش بس. ولقوا ان هو بعد 6 شهور عمل حلو قوي في اللغتين، وكان في تحسن جامد قوي في اللغتين، مع انهم كان هو بياخد كوري بس، وبعد سن 3 سنين ابتدوا يتقدموا الانجليش ليه بالراحه، وبعدين في اخر 6 شهور ركزوا على لغه واحده اللي هي الانجليش، عشان الكوري كان خلاص يعني تقريبا يعني بعد 3 سنين هو بيسمعوا، لقوا ان هم يركزوا على الانجليش عشان دي حاجه تانية جديده بيتعلمها، ولقوا ان هو اتحسن في الحاجتين في اللغتين لما عملوا كده. فدي ستودي بتبين ان تزودوا لغه تانية على الطفل مش هتأخره، بالعكس يمكن تحسن من اللغة الأولانية كمان. في 2011 عملوا ستادي كان فيه 3 أطفال سنهم من 2 لـ5 سنين، وفي واحد عنده 6 سنين، دول مالتي لينجوال كانوا بيتكلموا كذا لغة. و I believe إن العربي كان واحد منهم. ولقوا هنا actually كان الستدي مختلفة شوية، كانوا عايزين يعرفوا الأهل والانفايرمنت اللي هم عايشين فيها أو الناس اللي حواليهم إيه صورتهم عن اللغات. فعملوا حاجة اسمها ethnographic study، إن هم بيقعدوا مع الناس يتفرجوا عليهم في بيوتهم في الأماكن اللي بيروحوها عشان يفهموا أكتر هم بيتعاملوا زي مع الطفل، إيه اللغات اللي بيستعملوها، بيسألهم أسئلة عن ليه أنت عملت كده مثلا، ليه ما عملتش كده، ليه اتكلمت باللغة دي، أنت إيه وجهة نظرك في اللغة دي، أنت بتتربيه بأنهي لغة. فبيبقى زي بيعيشوا معهم في البيئة بتاعتهم عشان يفهموا أكتر. لقوا إن الأهالي لقت إن المالتيلينجواليزم يعني كذا لغة مهمة لكذا حاجة. الإنجليش لقوا إن هو حاجة زي باسبور علشان الأطفال يقدروا يكملوا في الأمريكان سوسايتي. واللغة بتاعتهم الأصلية، وطبعا كان كذا فاميلي في كذا لغة، بس لقوا ان الأهل قالت ان احنا هنتكلم انجلش بس ليهم علشان يعني يقدروا يكملوا في البلد، وممكن اللغة بتاعتنا الأصلية هنستعملها في الديانة والreligious life يعني عشان يفهموا الكالتشر أكتر والديانة أكتر. بس هما مع انهم ده كان فكرهم كأهالي، لقوا ان الاطفال عملت جينز او اتحسنت في كل اللغات اللي بتسمعها على مدى السنتين اللي عملوا فيها الستادي. الستادي ما كانتش كام شهر وخلاص، قعدوا معهم سنتين ولقوا ان الاطفال تحسنوا في اللغتين او الثلاث لغات اللي بيسمعوا. الستادي بعد كده 49 respondents members of a bilingual family. هنا كانوا بيسألوا حد يعني حد من الأسرة، يعني لو في طفل عنده autism في البيت بيسألوا إخواته أو أهله أو قرايبه، يعني حد يكون من الفاميلي عن الطفل، إيه رأيهم في إيه اللغة اللي لازم يذكروها أو يكلموا الطفل بيها أو لازم يذكرها، والبروفيشنالز اللي اتعاملوا معاهم قالوا لهم ايه عن اللغة.
اللي اتقال ان ما لقوش اي اختلاف في اللانجوج لو الطفل طالع بلغه واحده او لغتين، وزي ما شايفين احنا هم بصوا على 25% monolingual، 61% two languages، و 14% three languages. لقوا انه مفيش حد ساعدهم في موضوع اللغه من البروفيشنالز اللي كانوا بيساعدوهم. لا قالوا ان ان learning او يعني ان هم يعلموهم two languages كانت حاجه غالبا هتبقى صعبه، وخافوا الاطفال تتعب منها او تبقى confused. واغلب البروفيشنالز للاسف اللي اشتغلوا مع اولادهم نصحوا الاهل ان هم يتكلموا معاهم بلغه واحده وينسوا لغه تانية، او يعني يعلموهم لغه واحده وما يزودوش عليهم اي لغه تانية. ده كان في 2012، وفي 2012 فعلا في ابحاث كتير عملت زي questionnaires وسألوا الناس، ولقوا ان اغلب البروفيشنالز في وقتها بيقولوا ان لو انت طفلك عنده اوتيزم ركز في لغة واحدة بلاش لغتين، لانها دي حاجة هتلخبطه. فطبعا الريسيرش اللي عندنا النهاردة بيقول غير كده. في 2013 كان في 10 bilingual exposure to second language after preschool، فابتدوا اللغة التانية بعد preschool لانهم سافروا من بلد لبلد. تلاتة الأم كانت بتتكلم English و Chinese للطفل، اتنين كانوا بيكلمهم Chinese بس، تلاتة كانوا بيكلمهم English بس أو English أغلب الوقت، واتنين English بس. الانترفيوز كانت من ساعة لساعة ونص، بتسأل الأهل عن فكرتهم عن البايلينجوليزم. الأمهات believed يعني إن الchildren مفروض يتعلموا اللغة اللي هتساعدهم في حياتهم في البلد اللي هم فيها، وكان ده الانجليش. برضو قالوا ان هي لو احنا ركزنا في لغة واحدة بلاش لغتين هتبقى الانفيرمنت اسهل والمذاكرة اسهل والتعليم اسهل. وقالوا ان اغلب برضو الناس اللي اشتغلت مع اولادهم قالوا ان هم لازم يركزوا في لغة واحدة. فده برضو كان في 2013، فكرة ان اوكي ركز في لغة واحدة عشان طفلك هو اوريدي متأخر يعني. بس برضو لقوا ان الاطفال دي قدرت انها تكسب يعني من في لغتين في البيت، او لغة في البيت ولغة في المدرسة. اوكي كل الستوديز اللي فاتت دي اتكلمت عن اطفال هما بصوا عليهم وزي بشروهم او يعني بصوا شافوا هيحصل لهم ايه، وعملوا مقارنات ما بين أطفال بيتكلموا لغتين وأطفال بيتكلموا لغة واحدة. لكن ما عملوش حاجة مع الأطفال، ما فيش أي therapy أو أي study اتعملت عشان يشوفوا الأطفال هتreact إزاي. الخمس studies اللي هنتكلم عليهم دلوقتي دخلوا بقى وشافوا عملوا study مع الأطفال وحاولوا يساعدوهم أو يفهموا أكتر أي لغة هتنفعهم. فأول ستودي لقوا إن الأربعة من خمس bilingual students with autism فضلوا اللانجوج بتاعتهم الأصلية لما حاجات في المذاكرة يعني صعبة حاولوا يعلموها لهم. فهما كان عندهم الشويس إنهم يختاروا ما بين English وSpanish اللغة بتاعتهم، ولقوا ان هم اغلب الوقت اختاروا انجليش، يردوا بالانجليش او يختاروا السؤال بالانجليش لما الحاجات كانت اوريدي هم عارفينها متعلمينها. لكن لما الحاجه ابتدت تبقى غريبه او unfamiliar او هم ما عملوهاش قبل كده طلبوا ان السؤال يتقال بالاسبانيش، او يعني طلبوا ان هم يجاوبوا الاسبانيش مش الانجليش question. فدي اول حاجه في 2017 لقوها، ان even though انت ممكن تكون شايف الطفل شغال معاه عارف لغتين وكويس قوي في الانجليش، ممكن يكون هو عايز اللغه بتاعته لانه بيميل ليها علشان في reinforcements، في history of reinforcement حصلت قبل كده. فدي اول حاجه لقوها. في ستادي تانية في 2018 اتعملت بصوا على language exposure الامباكت الامباكت بتاعها non-verbal IQ والage والworking memory، الحاجات دي بصوا عليها يعني حاولوا يفهموا اكتر الحاجات دي بتأثر على language abilities ازاي. ولقوا ان يعني language exposure هي اكتر حاجة خلت الاطفال عندهم vocabulary عالي،
يعني لو هم عندهم اي كيو زي بعض والوركينج ميموري زي بعض واللانجوج اكسبوجر زي بعض، لقوا ان البايلينجوال كيدز عندهم فوكابلري اعلى من المونولينجوال كيدز في حالة انهم ما عندهم اوتيزم او ما عندهمش اوتيزم. فهم هنا قارنوا مجموعة اطفال عندها اوتيزم بمجموعة اطفال ما عندهاش اوتيزم، والمجموعة كل مجموعة فيهم كان فيها مونولينجول وكان فيها بايلينجول، ولقوا ان البايلينجول في التو جروبس ملهاش دعوة عندهم اوتيزم ولا لا، عملوا احسن. فده برضه يقول لنا ان الاوتيزم مش حاجة توقفنا عن ان احنا نعلم الاطفال باللغتين لو عايزين. Parents of bilingual children with ACE reported. Okay, so the parents بتوع الأطفال اللي هم bilingual قالوا في الستادي دي، الستادي دي زي ما انتم شايفين في كان فيها 165 bilingual child و 297 monolingual child. ستادي كبيرة زي الباقيين 3 أو 4، بصوا على مجموعة كبيرة قوي ولقوا إن الأهل بتاعة الchildren عندهم autism في exposure لأكتر من لغة، ان هما stereotype or repetitive use of language موجودة اكتر عندهم عن المونولينجوال كيدز. يعني اللي هما يقعدوا يرددوا كلام بيسمعوه over and over again، لقوها حاجة بتحصل عن الاطفال اللي بيسمعوا اكتر منه. طبعا ممكن ناس تقول طب ده يعني مش finding حلو، يعني فرقت ايه ان هما بيرددوا كلام كتير او بيقولوا كلام كتير repetitive use of language. ممكن نشوف ان هي حاجه كويسه لانهم at least في verbalization، في كلام. طبعا كل client مختلف عن التاني، فاحنا ممكن نستعمل verbalization ده والstereotype behavior as a step ان احنا نكمل معاهم to use language بطريقه صح. لكن لما انت بيبقى عندك شخص او طفل مش بيتكلم خالص مش بيعمل اي sounds، دي بتبقى حاجه اصعب، بتبتدي من step اقل ان انت لسه عايز تخليه يطلع كلام verbalization، ولو ما طلعش بتستعمل devices فهو كده مش بيطلع كلام خالص. لكن لما يكون فيه already كلام انت تقدر to direct it انه يبقى يعني functional. بعد كده response cards results in okay. So ال study دي واللي بعديها بيتكلموا عن classroom او discrete try training او طريقة response بتاعت الاطفال. فلقوا ان الاطفال اللي في فصل عندهم learning disability كان هما 6، وفي منهم 2 الانجليش كان second language ليهم، ده معناه ان هو في لغة تانية، فضلوا ان هما او مش فضلوا لقوا ان هما بيعملوا احسن لما بيدوا response cards يجاوبوا عليها بدل ما يرفعوا ايديهم في الفصل ويجاوبوا. ففكرة response cards ساعدتهم. وكمان لقوا ان الاجابات كانت اصح من الكونديشن بتاع ما يرفعوا ايديهم، فهو ساعدهم ان هم يقدموا answers اكتر، يقدموا answers اصح. ولقوا في جروب منهم ان التست سكور بتاعتهم اتحسنت. فطبعا لما هم قاعدين في الكلاس قادرين يبقوا engage، قادرين يعملوا حاله، قادرين مش يتكلموا بس يبقوا part of the group وبيردوا كده ومركزين، طبعا بيتعلموا احسن، فبالتالي التست سكورز بتبقى احسن. فدي فكرة برضو لينا ان احنا ممكن نبقى كرياتيف شوية في الدي تي تي بتاعنا او الانستركشن بتاعتنا. ايه الرد لازم يبقى verbal طبعا حسب انت شغال في ايه، ولو مش لازم يبقى verbal ممكن الطفل يجاوب بطريقة تانية، ممكن بالمشاورة، ممكن بالريسبونس كاردز. هل هو ممكن يكون انت مثلا مش يعني مش عارف انهي لغة هو comfortable فيها، فبتديله response card وتقوله يكتب الإجابة whatever language، ارسم الإجابة مثلا. فبنبقى creative في طريقة الرد، لأننا احنا ركزنا على حاجة أو صممنا على حاجة والطفل مش قادر يعملها ممكن ما نفهمش قدراته، ممكن يبقى عنده skills حلوة بس هو مش قادر يتكلم مثلا فعايز اسلوب تاني. فا it's important ان احنا نركز في ايه ال needs بتاعت ال kids و ايه language اللي ممكن تبقى comfortable ليهم اكتر، وازاي نقدر نبقى يعني creative في ان احنا نخرج ده منهم. ال study الاخيرة استعملوا DDT ولقوا ان لما
الانستراكشن يعني كانت باللغة بتاعتهم اللي هي الاسبانيش، لقوا ان الانسرز الصح كانت اكتر والبيهيفيرز البروبلماتيك كانت اقل. فهما يعني عملوا suggestion في الستادي دي ان language of instruction ممكن تبقى حاجة مهمة جدا للطفل، especially لو الطفل بيتكلم قليل قوي وعنده كلمات قليلة جدا، لان هو في الستادي دي بصوا على الاطفال عندهم كلمات قليلة جدا في الانجليش والسبانيش، ويعني بالستاندرد assessment عملوا لهم assessments واغلب يعني كلهم كانوا على نفس الليفل، ولقوا ان هم عملوا احسن لما الانستراكشن كانت بالسبانيش. يعني مش مهم هم ردودهم كانت قليلة ولا كتير، بس فهمهم كان احسن باللغة اللي هي الاولانية، والسلوك بتاعهم في الحاجات البروبلماتيك قل. ده مهم جدا طبعا في شغلنا، البروبلماتيك بيهيفيرز. تخيل انت اللغة بتاعتك اللي بتكلم بيها الطفل بتفرق معاه في ان هو ما بيعملش problematic behaviors. ممكن يبقى بكذا سبب، ممكن again ال history بتاع reinforcement، أهله لما بيتكلموه اللغة بتاعته وبيرسبوند بطريقة كويسة كان في reinforcement. ممكن تبقى reinforcement دي كانوا بيدوله praise، كانوا بيخلوه يلعب بحاجة. مهم ان هو الشخص ده قادر ان هو يتجاوب معاك في السيشن بتاعتك عشان انت بتتكلم اللغة بتاعته مش الانجليش مثلا. طبعا على حسب الطفل وعلى حسب الهيستوري بتاعته، بس دي الاستودي ده اللي لقوه في الاستودي دي. اوكي هنتكلم عن كام واحدة تانيين مهمين جدا وقريبين قوي. دي اتعملت في 2018. كانوا بيبصوا على play sessions بيعلموا الكيدز social skills. طيب ايه اللي داخل social skills في موضوع اتكلم اني لغة؟ يعني انا مش بعلمه لغة تانية، ما ممكن يلعب او يعمل اللي هو عايزه، يعني مش لازم اركز في لغة. لكن هنا هم كانوا 4 اطفال ميل عندهم delays في expressive receptive في اللغتين اللي هو كان English و I believe، او كل واحد فيهم كان مختلف، كان في كورين كان في تشاينيز كان في سبانيش، وكلهم كان عندهم مشاكل في السوشيال والplay skills. والبيرنتس بتاعتهم اتكلموا الهيريتج لانجويج والانجليش ات هوم، لقوا ان الانستراكتور بتاعهم اللي هو قاعد معاهم في الاوضه لما قال لهم يلا نلعب، ده كل ده كان كل الانستراكشن في الاوضه، وكان في كذا طفل في الاوضه باللغه بتاعتهم الهيريتج، السوشيال او البلاي سكيلز كانت اكتر من لما قال لهم بلغه الانجليش، مع انهم الانجليش زي ما انتوا زي مكتوب ان الاثنين كانوا تقريبا نفس الليفل الانجليش والهيريتج لانجويج. اوكي فاحنا هنا ممكن نقول ان الموضوع ملوش دعوه باللانجويج نفسها، ده اللي دعوه بايه اللي حصل مع اللانجويج دي. اللانجويج دي يعني ايه البيرنج اللي حصل؟ هل because the heritage language دي هي language بتاعت my mom و my mom بترينفورس مي، و يعني في pairing حلو حاصل ليها، هو عشان كده أنا برياكت أحسن للinstructions دي؟ ده سؤال ممكن نسألوه للفاينل كلاينت بتاعنا. أنهي language حصلها pairing مع حاجة كويسة فlanguage بقت تنفع في السيشن؟ ممكن تسأل what's your client play skills، what's your client expressive or receptive language skills. لو انت شايف ان الكلاينت بتاعك ممكن يعني ينفعه play sessions في language بتاعت الاهل سوري البيت، بس انت ما بتتكلمش language دي، ايه اللي انت ممكن تعمله؟ انت ممكن تعمل training للاهل عشان يعملوا play sessions في البيت، فانت تعمل play sessions مع الطفل بالانجلش وما يعملوها في البيت، وبكده هو ممكن يعني يكسب اكتر وممكن يعمل احسن كمان مع اهله عشان هم بيستعملوا الهيريتج لانجويج زي ما شوفنا في الستادي دي. اوكي الستادي دي اتعملت في 2019، بيتكلموا بقى عن الرينفورسمنت المكافاه، في بصوا على المكافاه في لما يعني بتديها باللانجويج بتاعت البيت او البلد اللي جاي منها والسكند لانجويج. كانوا ثلاث أطفال عندهم intellectual disabilities، اللغة بتاعت البيت كانت Spanish، اللغة التانية كانت English، كلهم كان عندهم speech delays، والpraise كانت المكافأة انهم يدوهم praise
لقوا ان هي طبعا كويسة كرينفورسر، ان حد يمدح في الطفل، دي كانت رينفورسر ليهم كلهم. فطبعا دي اول ستيب حابوا يعرفوه عشان يتأكدوا ان دي رينفورسر. بعد كده لقوا ان الريت اوف ريسبوندينج اللي هما بيردوا على الأسئلة في انجلش والسبانيش praise condition كان كويس لما عملوا له compare لو no praise، يعني لما دهومش مديح خالص. طبعا ال responding ما كانش حلو زي لما ادهم ال praise. ده كله برضو بيتأكدوا ان ال praise حاجة بتنفع الطفل ك reinforcement. فلقوا ان even though ال Spanish ده كان اللغة الأولانية والإنجليش اللغة التانية، ما فرقتش في ال praise. طبعا ال study دي يعني ناس كتير طب هي ما قالوناش حاجة، طب احنا كده ندي praise في اللغة الأولانية وفي اللغة ولا في اللغة التانية، او ندي reinforcement في اللغة الأولانية ولا في اللغة التانية. فكرة ال study دي ان هم قالوا انت ممكن تزود ال reinforcement list بتاعك. طبعا احنا لما بنتعامل مع اطفال عندهم autism ساعات الانفورسمنت بتتغير بسرعه قوي، في حاجات هم بيزهقوا منها بسرعه ولازم تعمل لهم الاسسمنت تاني ونشوف ايه الحاجات الجديده اللي بيحبوها، ولازم يبقى عندك لسته من الانفورسمنت تستعملها. فهم هنا بيقولوا ان انت ممكن تستعمل الانفورسمنت الانجليش لكنها حاجه مختلفه عن الانفورسمنت الاسبانيش، لانك مثلا لو اديت انفورسمنت بالانجلش كتير قوي والولد كان بيعمل حلو والبيهيفير بي انكريس وجه فجاه not interested خلاص من كلمه برافو او جود جوب، هتبتدي تقول هلو بالسبانيش او بالعربي شاطر، دي حاجه ممكن تشد انتباهه تاني وتبقى انفورسمنت مختلف عن الاولانيه، مش هيعتبرها حاجه واحده. ده كان سجشن الاستودي ده عمله. فالسؤال ليك، can you add a heritage language؟ انت لو انت بتتعامل مع طفل ممكن تزود لسه في اللسته بتاعتك ال reinforcement او كلمه كويسه باللانجوج بتاعته، ولو انت مش بتتكلم اللانجوج بتاعته اساسا هل ممكن تتعلم الكلمه او كلمتين في اللانجوج بتاعته وتستعملها في السيشن بتاعك؟ ليه لا؟ يعني انت لو فعلا انت بتتكلم عربي وبتدرس ولد عنده اللانجوج بتاعته الاصليه Spanish، ممكن تتعلم كلمتين في الاسبانيش عشان تستعملهم كبريز، ده would be a good idea. يعني ال two research studies دول بيتكلموا عن FCT Functional Communication Training. أول واحدة اتعملت في 2011 والتانية زي التكملة ليها. اللي في 2011 قالت ان ال FCT طبعا بينفع في ان هو يقلل السلوك الغلط او البروبلماتيك، بيزود الليندنج ان هما قادرين يسالوا في اسئله ويطلبوا طلبات، بزود في التاسك كومبليشن ان هما قدروا يخلصوا التاسك. هما كانوا تيم بارتيسيبنتس واتعلموا الاف سي تي في سبانيش وانجلش تريتمنت كونديشنز، ولقوا ان مفيش preference، يعني عملوا كويس في اللغتين ما كانش في حد فيهم يعني عمل احسن في لغة عن التانية. وطبعا الاتنين كان عندهم autism. الinteresting part في study دي ان اللي عمل functional communication training كانت الام لكل طفل، يعني mothers بتاعتهم هي اللي عملت functional communication training، عملوا لها first training وكان في زي coach بيقول لها ازاي تعمل ايه مع الاطفال وهي كانت بتعملها. طبعا ممكن نقول ان ممكن سبب ان اللغتين ما فرقوش، يعني الريزلتس بتاعت اللغتين ما فرقوش، لان الام هي اللي كانت بتعملها، دي ممكن تبقى سبب من الاسباب. طيب 2019 كملوا الستادي بطريقه مختلفه تماما، والتحليل بتاعهم قبل الستادي او يعني اللي فرضوه ان الفانكشنال كوميونيكيشن ريسبونس learned in English language ممكن يخلي ال problem behavior ترجع تاني لو الأطفال استعملت ال English language بس في بيئة تانية، بيئة البيت والبيت ممكن بيتكلموا لغة تانية، فما ياخدوش
ال enforcement فالمشكلة تزيد. يعني إيه؟ يعني أنا بعلم طفلي يقول break، اديني break بالإنجليش في المدرسة، أنا بشتغل ABA therapist في المدرسة، بعلمه كلمة break، بيستعملها حلو قوي، بياخد البريك جميل قوي. راح البيت بتاعه وابتدى يقول كلمة break، بس البيت بتاعه بيتكلمه لغة تانية، ف ممكن يكون حتى فاهمين كلمة break، بس هما مش trained في functional communication training، ما يعرفوش انت بتعمل في السيشن بتاعك. فالولد غالبا ما بياخدش البريك، فبيرجع تاني البروبلم بيهيفير اللي كان بيعملها، ممكن تبقى بقى خبط جاري تحت الترابيزه عشان ياخد بريك، بترجع تاني. فهم اللي عملوه الستدي دي احسن ستدي تقريبا انا شفتها عن الفانكشن كوميونيكيشن تريننج والبايلينجوالزم. التلات اطفال دول كان عندهم اوتيزم، وكل طفل منهم رياكتد بطريقه مختلفه تماما للستدي. عشان كده احنا لازم نفهم الكلاين بتاعنا كويس قوي، لان احنا ممكن يبقى الكلاين بتاعنا واحد من الثلاثه دول. وتشوفوا ايه اللي حصل. هما اول حاجه الاسبانيش كان هي اللغه بتاعتهم الاولانيه اللي من البيت، وكانوا بياخدوا انجليش في المدرسه. البروبلماتيك بيهيفير كانت فالفانكشن بتاعها او السبب بتاعها ان هما بيهربوا، ولقوا ان البروبلم بيهيفير زادت قوي in the Spanish only condition لما ال English response اتحط على extinction. يعني ايه؟ يعني لما المشكلة اللي هما بيعالجوها السلوكية دي لقوها انها زادت قوي لما جم الاطفال استعملوا كلمة هي كانت break actually استعملوها، ولكن الشخص اللي كان بيتكلم معاهم كان بيتكلم اسباني، بس هم استعملوا كلمة الكلمة بالانجلش، فهو ما ادهمش البريك، فالبروبلم بيهيفير عليت قوي عن البيزلاين، عن الاصل قبل حتى ما يبتدوا البروجرام معاهم. دي اول ريزولت لقوها. تاني حاجة ان البرزيستنس of English if they are in Spanish condition despite reasons not producing reinforcement، لقوا ان في منهم I think واحد منهم صمم ان هو يقول كلمة break over and over and over again، مع ان الكونديشن اللي هو كان فيها كان الشخص بيكلمه بالاسباني، فمتوقع ان الولد هيكلمه بالاسباني عشان يطلب البريك. كلهم كانوا عارفين كلمة break بالاسباني، مفيش حد فيهم ما يعرفهاش، لكن ما استعملوهاش مع الشخص اللي بيتكلم اسباني معي، مع انه برضو ما ادهمش البريك اللي هم عايزينه، لكن في منهم صمموا. دي ممكن تبقى حاجة كويسة، ده معناه ان الطفل بيستعمل حاجة اللي هو اتعلمها في حتة تانية، فدي ممكن تبقى حاجة كويسة ان هو قادر يجنرالايز. بس يعني هتشوفوا زي التلاتة react differently in a way ان انت لازم تدرس بقى كل شخص فيهم. اول واحد هنا نوريكو visuals هنا عشان تبقى اسهل. اللي بيحصل ان هم علموهم اول حاجة خلوا طبعا بيزلاين الاسود، النقط السودة دي اللي هي المشاكل السلوكية. وعلى فكرة المشاكل السلوكية كانت ضرب، كيكينج، بينزلوا تحت الترابيزة، وفي منهم كانوا بيرموا حاجات. فده أول واحد معانا، أول طفل البروبلم بيهيفير كانت عالية جدا طبعا من غير أي حاجة. ابتدوا يعلموه فانكشنال كوميونيكيشن تريننج بالإنجليش عشان يقول كلمة بريك. الخط ده هو التريننج نفسه. بعد التريننج البوست تريننج لقوه بيستعمل كلمة break كتير قوي، النقط البيضة دي الresponses الصح، والproblematic behavior نزلت خالص لأنه لما طلب break خد البريك فما عملش أي مشاكل سلوكية. نروح للتاني للإنجليش. هنا في البيزلاين ما دوهمش أي حاجة لما طلبوا بريك لأنه رجع تاني البيزلاين. فزي ما شايفين الطفل حاول يستعمل كلمة بريك كذا مرة، لكن البروبلم بيبي كانت بتاعه لأنه لما استعملها ما خدش اللي هو عايزه، في الآخر نزلت لزيرو. بعد كده رجعوا تاني يعني ادوله البريكس، فالسلوك اتغير وكده. ما بين كل انجلش والبيزلاين كانوا بيروحوا للسبانيش. فهم هنا الاسبانيش ايه اللي كان بيحصل فيه؟ ان الشخص بيتكلمه بالاسباني طول الوقت اللي هو معايا،
اللي حصل ان في البيزلاين برضو المشكلة كانت عالية، وبعدين زي ما انتوا شايفين في الانجليش بعد ما علمهم كلمة بريك وقال لهم يطلبوها ازاي قلنا ان هي نفعت، بعدين كانوا بيروحوا على Spanish condition من غير ما يعلمهم حاجة، متخيلين ان الطفل هيترجم الكلمة اللي هو اتعلمها لانه عارف الاسبانيش، لكن الطفل ما كانش، او الطفل ده ما كانش برضو زي ما انتوا بيحاول يستعمل الانجليش، ما نفعش طبعا. وبعدين راحوا بيزلاين، وبعدين رجعوا تاني لسبانيش كونديشن، طفل problem behavior بتاعته عالية جدا عن الأصل أساسا عن قبل ما يبتدوا البروجرام. بعدين راحوا طلعوا فوق هنا قرروا بقى ان هم يعملوا له تريننج بالسبانيش، فالشخص اللي بيتكلم سبانيش ده قاعد يقول الطفل يقول ايه بالسبانيش عشان ياخد البريك، وبس لما عمل كده الطفل ابتدى يستعمل الكلمة الأسبانية عشان ياخد بريك. فده أول طفل كان لازم يعلموه ويعملوا تريننج كامل بالأسباني وتريننج كامل بالإنجليش عشان يقدر يستعملهم كل واحد لوحده. أوكي. الطفل التاني عمل حاجة تانية، نفس الفكرة حصلت هنا وهنا وهنا. الطفل التاني مر على three conditions يعني بالأسباني، بس في منهم اتنين baseline. ما نطقش بالأسباني غير في آخر condition، مع انهم ما علموهوش، مش زي أول طفل ما علموهوش لازم تقول كذا لما أنا أكلمك أسباني، أو لازم تقول كذا في الكونديشن الأسباني لو الانستركتور بيكلمك أسباني لازم ترد كده. فده كان طفل مش محتاج انه يتعلمها، لكن خدته كم مرة. فدي ممكن يبقى كلاين بتاعك انت تعلمه بلغة ويروح البيت يستعملها ما تنفعش، هتعلمه من اللغة نفس اللغة تاني يروح البيت ما تنفعش، وبعدين تالت مرة يروح البيت يغيرها لوحده فتنفع فيكمل، والproblem behavior زي ما انتوا شايفين نزلت خالص. ممكن يبقى زي الأولاني لازم تعلمه باللغتين، مش تعلمه اللغتين، لازم تعمله functional communication training باللغتين. آخر طفل هنا نفس الفكرة برضو، طالع نازل في الإنجليش، الإسبانيش ما استعملش خالص. دي مختلف شوية لأنه ما استعملش حتى الإنجليش responses في الإسبانيش condition زي ما أنا شفنا مع الاتنين دول، لما حاولوا ما نفعش، ده ما حاولش خالص. فممكن يبقى عندك طفل بتعلمه بالإنجليش حاجة يروح البيت ما يستعملهاش خالص، وممكن دي تبقى حاجة معناه أنه فاهم إن اللانجوج دي مش هتنفع في البيت. فالطفل ده عمل كده غير الاتنين التانيين، ما حاولش خالص يستعمل كلمة بريك لما الانستركتور كان بيتكلم سبانيش، ما ترجمهاش. بعدين لما عملوا له فانكشن كوميونيكيشن تريننج بالسبانيش فاينالي استعملها. اوكي. فالسؤال هنا انت الكلاين بتاعك هيعمل ايه؟ هيروح البيت ويستعمل لغة بتاعت البيت يعني هيترجمها، هيروح البيت ومش هيستعمل اي حاجة خالص، هيروح البيت ويصمم انه يستعمل الانجليش اللي انت علمته له او اللغة اللي انت علمتها له واللي هي غير بتاعت البيت. فدي اسئلة مهمة جدا لما بنستعمل الـ Functional Communication Training او اي training بنحاول نستعمله او نعلمه الطفل، والطفل ده معرض للغتين، لازم نركز في الحتة دي. طيب in conclusion، طبعا في حاجة ناقصة في اللي احنا كل اتكلمنا فيه ده، اللي ناقص هو client بتاعك. الكلاين بتاعك لو معانا هنا هيعمل ايه؟ فدي حاجة انت لازم تدرسها وبص على الريسيرش اللي احنا اتكلمنا عليه وتطبقها عليه على حسب his needs. فاللي المفروض دلوقتي تعملوه او ممكن تعملوه باللي احنا عملناه النهاردة واتكلمنا فيه النهاردة، اول حاجة assessing language abilities، لازم ترجع وتشوف الكلاين بتاعك فعلا ايه اللغة اللي هو بيستريح لها، اللغة اللي هو بيتكلمها، اللغة اللي هو بيفهمها احسن، قعد كم سنة يسمع اللغة دي، قعد كم سنة يقراها، قعد كم سنة يتكلمها، هل هو دلوقتي لسه بيتكلمها وبيقراها ويسمعها ولا هي خلاص اختفت من حياته؟ الحاجات دي كلها مهمة جدا. تاني سؤال، assessing the intervention that utilizes more than one language، هل انت محتاج ال intervention بتاعتك يبقى فيها اكتر من one language، ولا انت one language is enough، او مش enough، one language is good ان هي تخليه يريتش ال goals بتاعته. اوكي. طبعا التارجت جولز هي اهم حاجه في شغلنا، ف وان الشخص يبقى فانكشنال في حياته وحياته تبقى احسن، لازم تفكر هل انت لو
اللانجوج اللي بتستعملها في الثيرابي دي مش كفاية ولازم تزود واحدة تانية أو تركز على حاجة تانية أو تستعمل social skills training بالاتنين أو تترين الأهل إن هم يستعملوا social أو play sessions لأنك مش بتتكلم مثلا لغات البيت. الحاجات دي مهمة أوي زي ما قلنا developing parent training، هتعمل parent training عشان تعلمهم ازاي يدوا enforcers بالإنجليش. انت ممكن تتعلم اللغة بتاعتهم عشان تدي enforcers باللغة بتاعتهم whatever بقى لغة انت اكيد مش بتتكلمها لو انت هتتعلمها من الاهل. انت هل شايف ان هيبقى احسن ان انت تقعد second language؟ زي ما شفنا من الريسيرش اغلب الاطفال عندهم autism في two languages في حياتهم يعني هم صغيرين. طبعا احنا اتكلمنا لغاية بري سكول وسن 5 سنين مش بتضرهم. هل الكلاين بتاعك في الايدج ده في الرينج ده؟ طبعا ميبقاش الكلاين بتاعك عنده 25 سنة وانت هتتعلمه لغة من اول وجديد. يعني ممكن لو هو عنده السكيلز دي هو بيحب اللانجوجز وعايز يستعملها في شغل او حاجة طبعا جريت ده وبي تارجت جول. بس انا بتكلم على الريسيرش اللي احنا اتكلمنا عليه بينفع مع أطفال أغلب الأطفال. لازم تبص على سن الكلاين بتاعك والتارجت جولز بتاعته. ممكن دي فرصة إن أنت ترجع وتعمل انترفيو مع البيرنتس عن إيه أفكارهم عن اللانجوج أو البرايورتي أولوياتهم إيه. أنت ممكن من عمرك ما عملت انترفيو مع البيرنتس عن الموضوع ده، أنت عارف إن في لغتين أو 3 لغات وأنت عمرك ما قلت أقعد أتكلم معاهم وأفهم هم عايزين إيه بالظبط وإيه أولوياتهم لابنهم أو بنتهم أو تتكلم مع الكلاين بتاعك نفسه. It's a good idea إن أنت ترجع تعمل كده بعد الريسيرش اللي احنا اتكلمنا عليه والإنفورميشن اللي متخدتها النهاردة. طبعا finding more resources ده محتاج وقت. أنت ممكن تكون تتكلم لغة والطفل فيه لغتين، فدور على staff تاني، حد تاني RBT تاني BCBA تاني يعمل جزء تاني من السيشنز. بيبقى الولد كده مع لغتين، أنت بتعمل لغة وواحد تاني بيعمل لغة تانية. لو ما فيش كده انت تعمل لغة والاهل تعمل لغة تانية، فانت تعمل training للاهل، تديهم research articles، تقرأ انت research articles عن ايه احسن intervention او method للنوع بتاع client بتاعك عشان تقدر تساعده. وطبعا finally الاهم question، are my clients current target goals socially significant؟ socially significant is the most important term هنا. مهم جدا ان ال goals بتاعتها تبقى socially significant. هو ده فكرة الشغل كله بتاعنا، ان هو يقدر ياخده ويستعمله في حياته. and لو انت ما كنتش بتعمل كده can you utilize the possible resources؟ فدي حاجة برضو مهمة جدا. فكروا في الاطفال اللي ممكن مثلا يكونوا البيت بيتكلم لغة والمدرسة بتتكلم لغة، ايه التارجت جولز بتاعته؟ هل التارجت جولز ان هو يعمل اصحاب؟ السوشيال سكيلز مهمة، فانت كده لازم تركز على اللغة بتاعة المدرسة. هل التارجت جولز ان هو يقرب شوية من الكالتشر بتاعة اهله ويفهم الديانة؟ طيب انا كده هركز على اللغة بتاعة البيت. هل في separation وكل يعني الاب في حتة والام في حتة وانت مركز في لغة واحدة، فمثلا الطفل البروبلم بيهيفير بتاعته بتزيد قوي في بيت معين لان مش هي دي اللغة اللي هو اتعلم فيها ازاي يطلب وازاي ياخد بريك، يعني زي فكرة الهروب بتاعت الستادي. ممكن يكون بيروح لشخص يعني مثلا لبابا وعايز يهرب، ما عندوش اللانجوج اللي البيت ده بيستعملها او اللانجوج اللي تعلمها في FCT كانت مختلفة، فتلاقي problem behavior بيزيد قوي في بيت وكويس في بيت تاني. فانت لازم تشوف هل ده طيب الطفل انا مفروض بقى اركز في لغتين معي مش لغة واحدة عشان يبقى في البيتين problem behavior قليل. فلازم تدرس كويس قوي السوشيال برضو او مش السوشيال الانفايرمنتس اللي الكلاين بتاعك عايش فيها، his needs his target goals. هل انت بتعلم حد vocational skills عشان لما يروح يشتغل يعني يقدر يكومينيكيت؟ وهل لو في السي في بتاعه مكتوب انه بيتكلم لغتين هل دي حاجة هتنفعه احسن على حسب طبعا نوع الشغل على حسب السكيلز؟ هل هو قادر ان هو يستعمل لغتين في شغله؟ فانت لما تعمل vocational skills training هتعمله بلغة واحدة؟ لا، في الحالة دي تعمله بلغتين. لو انت عندك اللغة التانية أزوال، لو لا ايه الافكار اللي ممكن تستعملها؟ هل ممكن تجيب حد تاني يشتغل معاه؟ فدي كلها ideas عن ازاي تستعمل لغتين
المهم ان احنا لازم نفهم البايلينجواليزم حاجة مش بتدور الطفل especially لو سنه صغير. وزي ما انتم شايفين في حاجة اسمها sequential bilingualism، يعني ممكن حد يتعلم لغة تانية بعد سن 3 سنين، مش لازم لما يتولد يبتدي يسمع اللغتين. وان هي مش بتدور الاطفال اللي عندهم اوتيزم او مش بتسبب delays اكتر من اللي هي موجودة، بالعكس بتساعد some of them. ده كان التريننج بتاع النهاردة، دي الريسورسز اللي انا استعملتها الارتكلز. في اي حد محتاج ارتكل ممكن ابعت لك ريسورس يعني تجيبه منين، او لو ارتكل لسه عندي I can send you a copy. دي كل الارتكلز اللي انا استعملتها. Thank you so much. I'm gonna focus اكتر التريننجز الجاية في بقى specific حاجات عن البايلينجوليزم، specific intervention عن البايلينجوليزم. These are resources if you wanna follow عشان تعرفوا ايه التريننجز اللي جاية بعد كده. You can check these pages. Thank you so much.